كل إنسان ينظر إلى اليوم، اليوم اللي يقوم فيه ويسأل متى أحقق أهدافي، اليوم اللي أقول فيه ماكو شيء مستحيل، إيه راح أوصل حق الهدف في وقت وقف في غيري، ما راح أوقف هني لأن عندي إرادة، عندي القوة وأملك الدعم من كل اللي حواليني، أوصل بالأخير حق القمة. كثر ما أستحمل العقبات والتحديات كثر ما أكون أقرب للنجاح. هذا هو أهم وقت عندي اللي أكون فيه مركز على الهدف، لين وصلت لمرحلة بديت أشك وأفقد الثقة، ووقفت لحظة وسألت هل هذا اللي عندي معقولة الحين أوقف؟ أكيد لا، هذا يوم العزيمة، يوم الإصرار، وما راح أطالع وراي. هذا اليوم اللي تزداد فيه ثقتي وأتقبل مع التحدي جميع المخاطر، ويكون هذا طريق النجاح. أتمرن وأرفع اللياقة وأحس بالفرق، تجاوزت الألم، كسرت الروتين، مع كل نفس أحس إني عايش. هالوقت أعرف إني وصلت حق أبي. هذا اليوم اللي راح يلتحم في عقلي مع جسمي عشان يتنافسون مع نفسي مهما كان الثمن، عشان أكون أكثر صلابة وأكثر قوة. ما راح أتراجع وراح أمحي الإحباط، راح أزيد من قوتي، راح أتجاوز صعوبات لين يتحقق طموحي، راح أستمر بالتحدي مع نادي لوز أند جين. أنا أقدر.